مساء الخير. أجرى العالم قراءات مختلفة لقمة جدة ولليوم الأمريكي الخليجي المسكون برائحة النفط والمبني على جدار سياسي لم تخرقه إسرائيل. ومع اختلاف التحليلات إلا أن النقطتين اللتين لاقتا شبه إجماع تتعلقان بدور السعودية المركزي والأدوار التي فشلت إسرائيل في لعبها. وعلى المدى القريب فإن أولى نتائج القمة ستظهر في الذهب الأسود وسط توقعات بانخفاض سعر النفط عالميا، وهذا ما رجحه مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للطاقة آموس هوكستين. وفيما وعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برفع إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، لفت أن وول ستريت جورنال تحدثت عن مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن من دون الحصول على تعهد سعودي بشأن زيادة إنتاجهم. وسواء صدقوا أم مرروا زيارة بايدن بوعد على صفيح ساخن، فإن السعودية خالفت هذه المرة تعاليم الأمر الأمريكي وتحدث مع بايدن بلغة الند. تحدثوننا عن مقتل جمال خاشقجي، نحدثكم عن سجن أبو غريب واغتيال شيرين أبو عقلة. وفي تشريح الزيارة ومفاعيلها، فإنها أرست قواعد اشتباك جديدة في المنطقة خرجت منها إيران بوضعية الجارة، وإسرائيل بصفة الكيان الذي لم يرق بعد إلى مرحلة السلام. وباعتراف تل أبيب وبقلم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق آموس يدلين، فإن زيارة بايدن لم تحقق الغاية المرجوة منها في جزئها الإسرائيلي، حيث لم تستطيع أن تندمج في المنطقة، في حين أن السعودية كانت الرابحة الأكبر. لكن رئيس الوزراء يائير لابيد اعتبر أن الخطوات الأخيرة مع السعودية هي تطبيع فعلي يتقدم بخطى صغيرة، وعلى الأرجح فإن هذه الخطى سوف تبقى صغيرة ويحدها المجال الجوي. أما على الأرض السياسية فإن كل فجور إسرائيل لضرب إيران وإنشاء حلف عسكري عربي خليجي لمواجهتها قد اصطدم بجدران مانعة. وما أعقب قمة الخليج الأمريكية أسس لحوار مع طهران وانفتاح إيراني على السعودية، عبر عنه اليوم رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، معتبرا أن المحادثات السعودية الإيرانية ستؤدي لتحول إقليمي. وكشف أن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار، وقد أبدينا استعدادنا الكامل لذلك. وتستعد طهران يوم الثلاثاء لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة إيرانية روسية تركية ومناقشة حزمة من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى تصنيف زيارة بوتين بأنها تمثل تهديدا بالغا. وأمام هذه التحولات الإقليمية الدولية فإن لبنان غائب عن الوعي إلا من بيانات الترحيب لناحية ما ورد في قمة جدة، ومع الإشارة إلى أن البيان تضمن دعوة صريحة لانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، فإن القادة اللبنانيين سوف يدوسون على الدستور ومواعيده مرة جديدة ويمهدون لعهد الفراغ وكأن مواعيد لم تكن. وكل ما ينتظره لبنان بعد قمة جدة هو انخفاض في سعر النفط عالميا لينعكس على السوق المحلية، مع استعادة آموس هوكستين من قمة الخليج إلى العشائر السياسية اللبنانية ليبدأ جولة جديدة من محادثات ترسيم الحدود. واليوم عثر هذا البلد الفاقد لحدوده المائية على دليل آخر يؤكد حقه بالخط 29 وبصوت الوسيط اللبناني آموس أبو صعب. فمن نفق الناقور المحتل الذي حركه وزير الأشغال علي حمية استخرجت مواقف لوزير الدفاع الأسبق الياس بوصعب عام 2019، عندما حطم مجموعة من الصحفيين والعسكريين في الجيش اللبناني أمام باب النفق، شارحا لهم أهمية النقطة B1 التي يحاول العدو الإسرائيلي تغييرها لكسب مساحة إضافية من الأراضي المحتلة. وعليه فإن لبنان اليوم يريد استعادة النفق المحتل
وربطه بالمطالب البحرية وحقه في النفط والغاز.